السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تانية؟ النهاردة هنتكلم عن الدرس الثالث. بيكلمني بقى سنة تانية عن أهمية المياه، ازاي أحافظ على المياه؟ ايه مين اللي بيحتاج للمياه؟ من الذي يحتاج إلى المياه؟ تعال شوف أول صورة عندك يا سنة تانية، بيقول لك إيه؟ الماء هو أحد المصادر الطبيعية المهمة، يحتاج الإنسان والحيوان والنبات إلى الماء للبقاء على قيد الحياة. يبقى أنا عندي الإنسان والحيوان والنبات بيحتاجوا للماء، بس انت عارفين ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران، وقال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعلنا من الماء كل شيء حي. عارفين البنيان اللي احنا قاعدين واقفين فيه دلوقتي المدرسه محتاج المياه، اي حاجه موجوده على الارض بتحتاج الى مياه. الصوره اللي بعديها قايل لك، بيقول لك يحتاج المزارعون الى مياه لري المحاصيل، لان مياه الامطار لا تكفي لري الارض الزراعيه. طبعا المزارعون لازم يحتاجوا الميه، وما هيعتمد على مياه الامطار ما ينفعش. الصورة اللي بعديها، تستخدم المياه في أشياء كثيرة مثل طهي الطعام والشراب والاستحمام وغسل الأطباق وتنظيف المنزل. ما الاستخدامات الأخرى للمياه في رأيك؟ أنت بقى تفكر يا سنة تانية، إيه الاستخدامات إيه تانية اللي بتستخدمها غير كده؟ نفتح مع بعض صفحة 99 ونشوف الجواب على الأسئلة. مصادر المياه بيجيب لك بقى يا سنة تانية هنا، عايز يعرفك احنا الميه دي المصدر بتاعها منين؟ يعني في اول سؤال، اين تجد الحيوانات مياه الشرب؟ الحيوانات بنحط لها ميه الشرب في ايه؟ ممكن نقول في الاحواض المعده لذلك. ونرسم طبق او نرسم يعني صوره جدل او طبق كده، وكان حيوان واقف بيشرب منه زي بقر او معز او ما الى ذلك. رقم 2، كيف يروي المزارعون حقولهم؟ المزارعون بيروا حقولهم ازاي؟ شطار من مياه الانهار او الترع او الابار او الامطار. ممكن برضه نرسم هنا صوره زرع وجنبها فلاح وبيروي ارضه. دي صفحه 99، شوف يا سنه ثانيه انا حلها كده، بس طبعا انا سايبه لك انت ترسم. صفحه مها يا سنه ثانيه نفتحها مع بعض، جايب لك كيف تحصل على كوب مياه من في المنزل. يعني انت في المنزل، انا بجيب الميه منين؟ ها يا سنه ثانيه، شطار من الصنبور، هنكتب عنها من الصنبور ونرسم رسوم صنبور حنفيه يعني. طيب ما مصدر مياه الصنبور؟ ميه الصنبور دي جايه منين؟ هي سنه ثانيه، من نهر النيل. شطار يا سنه ثانيه، هنكتب عنها هنا نهر النيل. شطار. يلا يا سنه ثانيه، ده حل صفحه 100 انا كاتبه فوقها من مياه الصنبور وتحت من مياه النهر او المطر. صفحة 101 يا سنة تانية جايب لك، بيقول لك ايه بقى؟ تنقية المياه. أنا سنة تانية عملت تجربة وجبت ايه؟ إزازة وقطعتها من فوق كده، وعملت كأني أنا هحلل المياه، هنقيها. المية مثلا بيبقى فيها رمل أو تراب وهنقيها. في فصول أنا عملت فيها كده سنة تانية وصورتها. ماشي. جايب لك كيف كان شكل المياه قبل عملية التنقية. المية أنا قلت لكم كان فيها إيه؟ رمل أو تراب أو ملون طعام أو قطع صغيرة من الحصى. أكتب عن النقط دي سنة تانية، المياه تحتوي على تراب ملون وقطع صغيرة من الحصى. ماشي. المرشح، عارفين إيه هو المرشح ده؟ دي الحاجة اللي أنا بنقي بيها المية، يعني كأنها شاشة، الشاشة أو القطن أو الحاجة اللي بنقي منها المية. جايب لك في اول المرشح ده، جايب لك حصى والمال وورق الترشيح. طيب ملاحظات حول نقاء المياه بعد عمليه التنقيه. لما عملت عمليه التنقيه من الحصى، ايه اللي حصل؟ الحصى كله راح. طيب انا عندي سنه ثانيه قلنا ان الميه فيها الحصى. طيب انا عملت عمليه تنقيه للمياه، بعد التنقيه ايه اللي حصل؟ ها؟ الحصى ده هيتشال من الميه خالص؟ يعني من الشاشه اللي انا حطيتها في الازازه دي هيتشال الحصى ده خالص؟ لا، شطار يا سنة تانية، يبقى يتبقى اللون وأشياء صغيرة. هنكتب عند النقط بتاعت الحصى دي، يتبقى اللون وأشياء صغيرة. وعند الرمال، الرمال هتروح خالص وما هيبقاش فيها رمال والماء هتبقى صالحة للشرب؟ لا، برضه يتبقى اللون وأشياء أخرى صغيرة. وعند ورقة الترشيح نفس الكلام، الكلمة اللي هكتبها فوق يا سنة تانية هعيدها في الثلاث مربعات. وده هي سنة تانية الحل بتاع صفحة 101. عندكم فوق المياه تحتوي على تراب والملون طعام وقطع صغيرة من الحصى. وعند الحصى هنكتب يتبقى لون أشياء أخرى، واعدة عند الرمال ورقة الترشيح. طيب أنا دلوقتي عملت
التجربة يا سنة تانية صح؟ وعملت التنقية للمياه، بيقول لك بقى بعد التجربة انت استنتجت ايه؟ بيقول لك من خلال التجربة ما افضل مرشح لتنقية المياه؟ ايه افضل واحد؟ ما احنا مرة حطينا شاشة، حطينا قطر، حطينا منديل، كل دول نفعوا؟ لا، يبقى هنكتب جميع المرشحات لا تزيل الشوائب التي تقل حجمها عن الفتحات فتنفذ مع الماء. يعني جميع المرشحات ما تنفعش، يعني حبيبات الحصى دي ما نزلتش ليه؟ لان الفتحات صغيره بتاعت الشاش. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك هل ازال احد المرشحات مكسب من الطعام؟ اتشال مكسب من الطعام؟ لا، شطار يا سنه تانيه ما تزالش. يبقى هقول لا، لم يزيل اي مرشح مكسب لون الطعام من الماء. طيب صفحه 103 جايب لك الصوره دي وبيقول لك ايه؟ هل تعتقد ان هذه المرشحات تنقي المياه من جميع الملوثات؟ هذه المرشحات اللي احنا بقى اعتبرناها دي بتنقي الميه؟ لا، شطار يا سنه تانيه. طب ولماذا؟ ليه؟ هنقول كده لا تنقي من جميع الملوثات لانها فتحات الشاش تسمح بنفاذ بعضها. فتحات الموجوده في الشاش بتخلي من الرمل والحصى الصغير بيعدي في الميه عادي. طيب انا مثلا في رحله في المركب هنا في النيل ده، وقلت لماما ده انا عطشان، اجيب منها كوبايه وانا من النهر كده واشرب؟ ينفع اشرب على طول من ميه النهر او ميه البحر كده وانا في البركه مثلا؟ لا طبعا ما ينفعش. فانا لما يقول لك الناس ينبغي ان نشرب المياه مباشره من النهر، هقول له لابد من تغطيتها من الشوائب الذائبه في الماء. وده سنه تانية حل صفحه 102 و103. وبكده يا سنة تانية خلصنا النهاردة الدرس اللي بيتكلمنا عن أهمية المياه وكيفية الحفاظ عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.